السلام عليكم اخواتي مرحبا بكم ان شاء الله تكونوا كامل بخير وانتم ما تشوفوا في لا فيديو تاع نهار اليوم اليوم ان شاء الله بغيت نشارك معكم منتجات طبيعيه مئة بالمئة من عند ايناس بيو عندها بزاف منتجات روعه وكان وصلني انا بوكس من هذه المنتجات اللي غادي نشاركها معكم ونعطيكم رايي الصريح فيها بعد تجربتي ليهم لمده 15 يوم اول حاجه اللي جربتها وفرحتني بزاف وعطاتني نتيجه وكنت نعاني من هذا المشكل اللي هو تساقط الشعر اللي الجميع راه يعاني منه هذا السيروم جربته ومشي ونق... حبس لي نقصت لي من تساقط الشعر يعني مده 15 يوم برك ديجا القرعة مازال ما كملتهاش زيت طبيعي مئة بالمئة متكون من الزيوت السبع اللي هي زيت اللوز زيت التوم اكليل الجبل الخروع جوز الهند وزيت اللوز ديجا كي القرعة غادي تلقاو ريحة التوم وريحة اكليل الجبل هذا تستعملوه ترشوه على الفراغات ومكان الفراغات وتخلوه واحد لخمسة سوايع ولا سته سوايع ما متباتو به عادي انا مرات كنت نبات به من بعد تغسلي شعرك بشامبو خاص ضد تساقط الشعر انا خدمت آه خدمت بالشامبو ماركه لي الطبيبه صراحه لقيت نتيجه هذه اول حاجه اللي جربتها ثاني حاجه هذه خاصه بالعرائس والخواتاتنا اللي راهم يجهزوا اللي هي المخمريه العروس العطريه هذه خاصه بالكوغ بالجسم تبقى الريحه في الكور تاعك سورتو اللي خدمتي بها مور الحمام يعني بعد ما ديري تقشير الجسم تاعك وترطبيه ديري هذه دي تخلي لك الريحه شابه في الكور تاعك وتاني حاجه تعطيك لمعه لمعه خفيفه واكيد لمعه طبيعيه روعه متكونه تاني من زيت اللوز ومن زيت جوز الهند وكامل يغدو البشرة والبشرة تمتصهم الحاجة الثالثة الخاصة بالعناية بالوجه اللي هي مقشر طبيعي ولا قوماج مخدوم بالطين وبودور التين الشوكي البنات روعة 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 خدموه كل سيمانة يعني ديري تقشير الوجه تاعك بزاف شباب يحارب التجاعيد وتحسي لابو تاعك تنقات ومام ينقص لك شويه من هذوك الرؤوس السوداء اللي يكونوا بزاف باينين في الجسم في الوجه عفوا يعني نتيجة تشوفيها بعينك هذا هو والتين الشوكي قاع بصفة عامة معروف في مجال التجميل عنده بزاف خصائص وحاجة أخيرة اللي راني نجرب فيها اللي هي مرطب تاع الشفاة هذا اللي راكم تشوفوا فيه يعطيك إكلا ناتوريل كما قلت لكم وتاني حاجة يحمي الشفتين من التقشر من هذاك الجفاف من ما يتعرضوش للنسيم خاصة أنا آه لما قربة من فصل الشتاء هادو هما البوكس تاع إيناس بيو اللي كنت جربته وعطيتكم رأيي فيه صدقوني البنات روعة غادي نخلي في صندوق الوصف الرابط تاع الانستغرام تاعها والفيسبوك ورقم الهاتف للاتصال والطلب نقولكم تهلاو في السلام عليكم